الله الله، ما اريد نطلع من جو الحزن، راح اطلع لك صوره حسب معرفتي انه تربطك علاقه بصاحب الصوره. هاي الصوره لشاعرنا الكبير المرحوم سعد محمد الحسن. الله الله يرحمه برحمته الواسعه. الله يرحمه محمد. طيب ابو محمد الله يرحمه. الله يرحمه استاذنا وكبيرنا، طيب طيب واخلاق، شيخ وعمي وصديقي صاحبي، ويحبنا هذا الرجل. كان قريت فاتحته؟ ها قريت فاتحته. شنو قريت؟ قريت فاتحته. هو قبل لي يتوفى باربع اسابيع بخمسة كان يعني يتصل بي اتصال هاتفي، يمر عند بيت الشيخ اشياع وهو يجي. نعم كان يتصل بي اريد اشوفه. كريت هاي مرات اكو حديقة عند بيت الشيخ اشياع، حديقة صغيرونة، هو يعني شلون يقعد بيها يعني يشمس بيها. فقلت تعال على الشمس، تعال انت دندن وخل نكتب. شدامة لو تدري الجرح بجفاك، شدة اشد وينفتح ما فات. الله. طبعا المناسبة كان يحب هذا الطور. ها اي هو شنو اسمه هالطور؟ الطور يعني جنوبي ريفي صح؟ جنوبي ريفي بس يتملكون المهاويل. ها ها ها. هو كان علاقته بالمهاويل علاقة طبيعية، يعني مو طبيعية علاقته بهم، كانوا يلتقون يمه أصدقاء أو ربع أو ناس. نعم نعم. واستفادوا منه هواية. نعم وحميت. شد ما 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 يا يا شد لو تدري الجرح بجفاك، شد أشد وينفتح ما فات. شد شد ما ما شد يا ابو الأكبر وعليا فرقة الخوة. لا يا ربك الله وعليا فرقة الخوة. شد شد ما ما انا لو تدري الجرح بجفاك، شده اشده وينفتح ما فات. شده شده ما يا ما يا ابو حميد وعليا فرقه الخوان. شده اشد من منكر ويوقف علي. الله الله. اشد من منكر ويوقف علي وحق اللي تدخن من قبت الفاقد لأخو عقبه. أحسنت مله موفق إن شاء الله. خادمكم الله يسلمك يا طيب.